السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ إن شاء الله بخير. فيديو اليوم راح يكون الجزء الثاني من فيديو حركات المية تسعة تي برو، المية تسعة تي، أيضا الريدمي نوت 8 برو والريدمي نوت 8. كل هذه الحركات راح تعمل على هذه الأجهزة. الجزء السابق راح يكون أسفل هذا الفيديو بالتعليقات إذا حابين تشاهدونه، وبدون ما أطول عليكم أكثر خلونا نبدأ بهذا الفيديو. أوكي، الآن الحركة الأولى راح تكون خاصة بالمتصفح، فهي تقريبا مو فقط للجهاز، راح تكون لأي جهاز، لكن أنا أشوفها ضرورية إنه تستخدمها على أي جهاز، مو ضروري إنه يكون هذا الجهاز أو أي جهاز ثاني. فلو رحنا إلى متصفح جوجل كروم، لو تلاحظون بالأسفل راح يكون عندي الهوم، المشاركة، القائمة الخاصة بالبحث أو شريط البحث، فأقدر أكتب أي شيء من خلال هالمكان، وأيضا تبويبات فتاب المفتوحات، وأيضا خيارات المور، فكل خيارات راح تكون من داونلود هيستوري وكل هذه الأشياء. فإذا تلاحظون كل هذه الأشياء راح تكون بالأسفل، يعني بالاستخدام بإيد، وهذا راح يكون الوصول جدا سهل إلها. بدل أنه أحرك إيدي وأرفعها للأعلى حتى أوصل كل هذه الأشياء، راح تكون كل هذه الأشياء بالأسفل قريبة على إيدي وأقدر أستخدمها بإيد واحدة. فإذا حاب تسوي هذه الأشياء على جوجل كروم، تروح إلى الشريط البحث، تكتب كروم في نفس اسم المتصفح، بعدها نقطتين، بعدها الخط المائل، وبعدها فلاكس. حكتب هذه الكلمة بالأسفل إذا حابين تدخلوها مباشرة. لا، راح يأخذنا إلى هذا المكان. هذا المكان خاص بالاختبارات الخاصة بالمتصفح. فبالبحث نكتب DUET، راح يظهرنا هذا الخيار. الخيار نفعلهن بالوضع افتراضي راح يكون Disable، أنت خليها Enable. فعل الوضعين راح يطلب منك إنه تعيد التشغيل. بعد إنه تعيد التشغيل، طبعا لازم نفعلها كل مرة على حدة لكل خيار. بعد إنه تعيد التشغيل راح يكون الشريط بالأسفل، فمثل ما قلت راح يكون وصول سريع لكل هذه الأشياء. فالإعدادات كل هذه الأشياء راح تكون بالأسفل. لأن ننتقل إلى الحركة اللي بعدها. الحركة اللي بعدها راح تكون خاصة بتعدد المهام واستخدام أكثر من تطبيق على الشاشة. فالحركة راح تكون جدا بسيطة وسهلة، فكرتها أنك تستخدم أكثر من تطبيق بنفس الشاشة. أكو طريقتين حتى توصل إلها. الأولى راح تكون الضغط المستمر على نفس التطبيق والضغط على إشارة مربعين أو المستطيلين اللي هي نفسها تقسيم الشاشة. الآن فتح لي الإعدادات بالجزء العلوي من الشاشة، وأقدر أفتح مثلا فيسبوك بالجزء السفلي. فهذه الطريقة الأولى باستخدام تطبيقين على الشاشة. أكو طريقة ثانية، الآن نضغط هنا ونضغط خروج حتى نخرج من هذا الوضع. الطريقة الثانية راح تكون من نفس القائمة الخاصة بالتطبيقات المفتوحة، ونضغط على تقسيم الشاشة اللي بالأعلى، ما أعرف إذا تلاحظونه، لكن نضغط على هذا تقسيم الشاشة. الآن راح يطلب منا أنه نسحب تطبيق لهذا المكان. راح أسحب مثلا الإعدادات. الآن صار عندي إعدادات بالجزء العلوي، راح أخلي أيضا مثلا الفيسبوك أيضا بالجزء السفلي. فالآن صار عندي الإعدادات بالجزء العلوي والفيسبوك بالجزء السفلي، أقدر أغير بالحجم لكل تطبيق بهذا الشكل. فهذه هي استخدام تطبيقين على نفس الشاشة. الآن ننتقل للحركة اللي بعدها. الحركة اللي بعدها راح تكون وضع الجيب. فأيضا من خلال الإعدادات ومربع البحث نبحث عن وضع الجيب، فنقدر نفعل وضع الجيب من هذا المكان. وفكرة وضع الجيب انه لما يكتشف الجهاز انه بمكان مثلا بجيبك ما راح تستخدمه، الايماءات الخاصة باللمس مثلا النقرتين على الشاشة حتى يشتغل الجهاز، هذه الايماءات ما راح تشتغل. الان لو نقرت نقرتين على الشاشة راح يشتغل الجهاز، هذه الايماءات ما راح تشتغل لما يكون الجهاز بجيبك حتى ما شاء الله بالغلط. ايضا اكو هواي ايماءات ثانية، مثلا الرفع للايقاظ، يعني لو كان الجهاز بهذه الطريقة راح يشتغل ايضا، هذه الايماءات ايضا ما راح تشتغل حتى يوفر طاقة وما راح يشتغل بالغلط. فهذه هي فكرة وضع الجيب. الان ننتقل الى الحركة اللي بعدها. الحركة اللي بعدها راح تكون خاصة بتشغيل الجهاز، فحركات الرفع للايقاظ والنقر للايقاظ. فاذا كتبنا بمربع البحث ارفع، فراح يظهر لك اول خيار ارفع الجهاز لايقاظه. لا، لو دخلنا على نفس الخيار راح يكون عندنا ثلاث خيارات في الاسفل. الاول هو انقر مرتين على شاشة لايقاظها. لا، لو فعلته فلاحظوا راح اضغط ضغطين على الشاشة راح اخذنا الى شاشة القفل. لو كان ماكو رمز على جهازك او ماكو بصمة راح يفتح الجهاز مباشرة، فهذا هو النقر مرتين على الشاشة او النقر للايقاظ. بالنسبة للخيار الثاني راح يكون الرفع للايقاظ او الخيار الثالث. لو فعلته الان لاحظوا بهذه الطريقة انه مثلا لو كان جهازك على مكتب او اي شيء، لو رفعته راح ياخذك الى شاشة القفل حتى تخلي البصمة، ولو كان جهازك ايضا ما عليه بصمة راح يفتح الجهاز مباشرة اذا ما مخلي مثلا رمز او هذه الاشياء. فهذه هي رفع الايقاظ والنقر للايقاظ. الخيار اللي بالوسط ايضا راح يكون التدوير التلقائي على الشاشة الرئيسية. مهمته انه لما تكون بهذا الوضع او بوضع الشاشة الرئيسية راح تقدر تسوي هذا الشيء، انه الجهاز باكمله راح يكون بالوضع الافقي، فبدل انه يكون عمودي طوال الوقت تقدر تخليه افقي وتستخدمه بهذا الوضع ايضا حتى على التطبيقات.
الحركة اللي بعدها راح تكون خاصة بمشاركة الواي فاي. الصراحة مشاركة الواي فاي به هواي خيارات رهيبة على هذا الجهاز، فمن خلال شريط الإشعارات وبعدها الأدوات ونقطة اتصال. بالسابق هذا الخيار كان فقط لمشاركة الانترنت الخاص بالسيم كارد على شكل واي فاي، الآن راح تقدر تشارك حتى الواي فاي بشبكة واي فاي جديدة. اكو اكثر من استخدام له، فمثلا لو كنت ما حاب تضطر راوترك لشخص راح تقدر تخليه يتصل على مباشرة على جهازك، يعني سوى نقطة اتصال جديدة. وهواي اكو خيارات ثانية بهذه الخيار. ايضا لو كنت مثلا بطابق ثاني وحاب تستخدم جهازك كجهاز تقوية للشبكة، فايضا راح تشتغل بهذا الطريقة. يعني تقدر تسوي مشاركة رمز الكيو ار كود وتخلي الشخص يسوي اسكان لهذا الرمز وراح يتصل على الشبكة الخاصة بنقطة الاتصال. ايضا كنت منبهر ان اكو هواي خيارات بداخل هذه الميزة، فمثلا محدد البيانات الان لو فعلت هذا الخيار الشخص اللي راح يتصل عليك راح تقدر تحدد له بيانات حتى يستخدمها، بعد انه يتعدى هذه البيانات راح يجيك اشعار او راح يفقد الاتصال حسب ما انت تختاره. فالان الحجم الخاص بالبيانات اللي انا مخليها للشخص مثلا 200 ميجا بايت، وعند تجاوز هذه ال 200 ميجا بايت شنو راح يصير؟ انا مخليها ايقاف، تقدر تسوي فقط اشعار، يعني فقط يجيك اشعار ان تجاوز المساحه اللي انت محددها وتقدر توقفه او لا. فهذه فكره محدد البيانات وايضا فكره نقطه الاتصال على اجهزه شاومي. الان ننتقل الى الحركه اللي بعدها. الحركه اللي بعدها راح تكون خاصه بتسجيل المكالمات، فنروح الى الهاتف وبعدها الخيارات اللي بالاسفل وبعدها خيار تسجيل المكالمات اللي هو الخيار الاول. الوضع الافتراضي ما راح يكون فعال، لازم انت تفعله فتسجيل المكالمات تلقائيا. الان كل مره راح تتصل لازم تضغط على زر تسجيل بنفسك، بعض الاحيان راح تنسى. والرهيب انه اجهزه شاومي، طبعا على كل اجهزه شاومي راح يكون اكو تسجيل مكالمات، فبقيه الاجهزه راح تكون محظوره. عندنا بالشرق الاوسط اجهزه شاومي راح تفعل تسجيل المكالمات، فلما تفعل تسجيل المكالمات تلقائيا كل مره راح تتصل او تستقبل اتصال تسجيل المكالمات راح يشتغل تلقائيا وراح يسجل المكالمه، فما تحتاج انه تضغط على الزر كل مره او تنسى تضغط على الزر وما راح تسجل المكالمه. فحركه رهيبه. ايضا تقدر تسويها لارقام محدده، يعني مو كل رقم، وارقام محدده لما تتصل عليك راح تسجل المكالمه تلقائيا. فهذه هي تسجيل المكالمات على اجهزه شاومي. الان ننتقل للحركه اللي بعدها. الحركة اللي بعدها راح تكون عبارة عن مجموعة حركات بمكان واحد بنفس اعدادات المكالمات، بعدها اعدادات المكالمات الواردة. وهنا راح يكون عندنا اكثر من حركة مفيدة. الاولى راح تكون القلب لكتم الرنين، فلو كان جهازك يتصل فقط انه تقلبه بهذه الصورة راح يسوي كتم لرنين او يتحول الى صامت. الثانية راح تكون رنين هادئ عند الرفع، ايضا فكرة رهيبة. فلما يتصل عليك احد وتمسك جهازك بايدك، جهاز راح يتعرف انه انت تنبهت لهذه المكالمة وراح يخفض صوت الرنين، فالرنين ما راح تحتاج انه تسوي صامت، جهاز راح يخفض من الصوت تلقائيا. الخيار الثالث هو زيادة مستوى صوت الرنين، فبدل انه يكون الصوت مباشرة باعلى صوت او صوت الاتصال مباشرة باعلى صوت، راح يكون الزيادة بالصوت تدريجيا. اذا حابة تكون مباشرة باعلى صوت لا تفعل هذا الخيار، لكن اذا حابة يكون تدريجي فعل هذا الخيار. الخيار الرابع راح يكون وميض عند الرنين، فلما يتصل عليك احد فلاش نفسه راح يشتغل وراح يسوي ومضات حتى ينبهك انه اكو اتصال. فهذه مجموعه من الخيارات الرهيبه اللي ممكن تستخدمها بنفس اعدادات المكالمات. كل هذه الخيارات ما راح تكون فعاله افتراضيا، اذا حابها لازم تفعلها بنفسك. يعني ننتقل للحركه اللي بعدها. الحركة اللي بعدها راح تكون على نفس الكاميرا الخاصة بالجهاز، فلو ضغطت ضغطة مستمرة على الكاميرا راح يطلع لك هذه الخيارات. هي خيارين، الأولى جوجل لينز والثانية القفل الخاص بالتركيز التلقائي. أنا راح أختار جوجل لينز لهذه الحركة. الآن اللي راح يصير، فمثلا هذا الفيجر راح أحاول ألقى نفس هذا الفيجر على الانترنت وأعرف شن هو ومن وين أقدر راح أشتري. فعلى نفس الكاميرا فقط أوجه الكاميرا نحو المنتج اللي أنا أحاول ألقى على الانترنت أو أحاول ألقى معلومات أكثر عنه وأضغط ضغطة مستمرة على الشاشة. الآن جوجل لينز يتعرف على نفس المنتج، هو كتب لي اسم الفيلم اللي هي ترجمة غريبة، وأيضا إذا تلاحظون هذه هي الشخصية اللي أمامكم، فنفس الشخصية نفس الفيجر بحث عنه على الانترنت ولقاه بهذا الصورة. الآن أقدر أشتري من هذا الموقع لنفس هذا المنتج. نقدر أسويها على أي منتج ثاني حاب تعرف عنه معلومات أكثر من على الانترنت، يقدر أسوي بنفس الطريقة. فطريقة جدا سهلة، مثل ما قلت تفتح الكاميرا توجهها على أي مثلا هذه، بعدها تضغط ضغطة مستمرة وتضغط على العدسة الخاصة بالبحث وراح تظهر لك النتائج الخاصة بنفس المنتج. تلاحظون الآن هذه التجربة الثانية وأيضا اشتغلت، فنفس الفيك بلانت هذه ظهرت عندي على الشاشة، فإذا تلاحظون هي نفسها. فهذا هو الجوجل لينز أو تجربة الجوجل لينز على أجهزة شاومي. الآن ننتقل إلى الحركة اللي بعدها.
الحركة اللي بعدها راح تكون أيضا مجموعة حركات بنفس المكان. فلو رحنا للإعدادات، بعدها الإعدادات الإضافية، بعدها اختصارات الزر والإيماءات، عندنا مجموعة من الحركات ما راح أشرحها كلها، لكن هي تقريبا راح تكون أشياء منطقية فقط أشرح واحدة منها. فمثلا تشغيل الكاميرا، تشغيل الكاميرا هنا ما راح يكون إلى أي اختصار. أنا حاب أسوي الاختصار ضغط مرتين على زر الطاقة. الآن اللي راح يصير لو كان مثلا جهاز مطفي، فقط أضغط مرتين على زر الباور أو زر تشغيل راح يشغل الكاميرا، فراح يكون وصول سريع لنفس الكاميرا من خلال اختصارات. وهذا الأمر راح أسويه مع أكثر من خيار. فمثلا عندي تشغيل المصباح، شنو الاختصار اللي حاب أخليه لتشغيل المصباح؟ تقدر تختار أي اختصار من هذه الاختصارات، فكل هذه الخيارات راح تقدر توفر لها اختصار حتى تشغلها بشكل سريع. تقدر تعدل على كل اختيارات بنفسك، ما راح أشرح كل واحد مثل ما قلت، لكن أيضا بالأسفل موجود خيار باسم اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة 0.5 ثانية، يعني نصف ثانية، لتشغيل مساعد جوجل. الآن لو فعلت هذا الخيار، لو ضغطت بشكل مستمر على زر التشغيل بهذا الصورة، راح يشغل لي الجوجل اسيستنت او مساعد جوجل، وايضا حركة رهيبة وراح يسوي لك وصول سريع لنفس مساعد جوجل. فانا مثلا لابتوب الخاص بي او الكمبيوتر مخليه يشتغل على مساعد جوجل، فلو فعلت مساعد جوجل وقلت مثلا turn on my computer، اوكي الان اتعرف على الامر وكتب turn computer on، فراح يشغل الجهاز الخاص بي. انا الجهاز الان مشتغل فما راح يشتغل من جديد، لكن وصلتكم الفكرة. فمساعد جوجل باشياء رهيبة، انصحك تجربه اذا ما كنت تستخدمه. الحركة اللي بعدها راح تكون خاصة بواجهة ثانية، يعني تكون جهاز بداخل جهازك، يعني جهاز مشفر بنفس جهازك تحفظ عليه الملفات، صور، تطبيقات وكل شيء. فبمربع البحث خاص بالإعدادات نكتب واجهة ثانية، وراح ياخذنا الى هذا المكان. بالبدايه انا الان مسوي السيت اب وراح ياخذنا مباشره لواجهه ثانيه. انت راح يطلب منك انه الرمز الخاص بجهازك، وبعدها يطلب منك انه تخلي رمز لنفس الجهاز. فالان راح اخلي البصمه. الان هذه هي الواجهه الثانيه، مثل ما تلاحظون جهاز ثاني بداخل جهازي، يعني اقدر الان اروح لمدير الملفات. واذا تلاحظون طبعا مدير الملفات راح يكون معزول عن مدير الملفات الاصلي، يعني هذا مدير الملفات لهذه الواجهه، كانه انت تستخدم جهازين. راح يكون اشعار بالاعلى اللي هو اشبه بالمربعين حتى ينبهك انه انت داخل الواجهه الثانيه. فالان راح اروح للمعرض، مثل ما قلت كل شيء راح يكون منفصل عن الواجهه الاولى، فكاميرا، تطبيقات تقدر تنزل من هذا المكان، تخلي حسابك وكل هذه الاشياء. فجهاز مشفر داخل جهازك، حركه رهيبه، استخدمها اذا حاب انه تخلي بها ملفات او تستخدم جهاز للعمل وجهاز ثاني لجهاز شخصي، فراح يكون واجهتين، واجهة للعمل وواجهة للاستخدام الشخصي. إذا حاب ترجع للواجهة الرئيسية تضغط على تبديل، وراح يطلب منك البصمة أو كلمة المرور، راح أخلي كلمة المرور، وراح يرجع إلى الواجهة الأساسية. فهذه هي الواجهة الثانية، حركة رهيبة وجربها ممكن تعجبك. الحركة اللي بعدها راح تكون خاصة بوضع اليد الواحدة، فطريقة استخدام الجهاز بإيد واحدة بسهولة. لأن هذه الحركة راح يكون لها طريقتين للدخول، إذا كان عندك أزرار بالأسفل وإذا كنت تستخدم الإيماءات، كل وضع راح يكون له طريقة مختلفة. الآن نروح للإعدادات، بعدها نكتب وضع اليد الواحدة، فهذا هو وضع اليد الواحدة. الآن كل هذه الخيارات، الخيار بالأسفل 4.5 4 و3.5، بمعنى أنه الشاشة لما راح تصغرها شنو الحجم اللي تريده من هذه الخيارات، راح خلي أنا على 4. الآن راح نشوفكم شنو هي الأربعة بالضبط. هنا وضع اليد الواحدة بالوضع الافتراضي ما راح يكون فعل، لازم أنت تفعله. الآن لأنه أنا ما عندي أزرار بالأسفل لازم أفعله من خلال الكرة السريعة. إذا حاب تعرف الكرة السريعة فشرحناها بالجزء الأول من هذا الفيديو، لأن هذا الفيديو له جزئين، هذا هو الجزء الثاني، وبالجزء الأول شرحنا هذه الاختصارات. الآن لما أضغط على الخيار الأول راح يأخذني إلى هذا المكان. والفكرة ببساطة أنه تستخدم الجهاز بيد واحدة بسهولة، فبدل أنه يكون شاشة الضخمة الاعتيادية وما راح تقدر تستخدمها بيد واحدة بسهولة، راح أصغر الشاشة إلى 4 إنش لأنه أنا اختاريت 4 إنش وراح أستخدمها بيد واحدة بسهولة. الآن حتى تضيف نفس الاختصار الخاص بالوضع اليد الواحدة لازم تروح إلى الإعدادات، بعدها بالبحث تكتب فقط الكرة السريعة، فتشغيل الكرة السريعة من هذا المكان لازم تشغلها طبعا أكيد، وبعدها ما راح تكون مشتغلة بالوضع الافتراضي. بعدها تروح إلى تحديد الاختصارات، وأي واحدة من هذه الاختصارات مثلا نخليها بالوضع الأول أو الخيار الأول،
تختار وضع اليد الواحدة، لازم أنت تضيفها بنفسك أيضا. فالآن أنا مختار وضع اليد الواحدة، ما أقدر أختارها من جديد. بعد هذه كل الاختصارات أيضا تقدر تعدلها وتضغط بهذا المكان، عندك هذه الاختصارات أيضا اللي تقدر تعدلها والوضع اليد الواحدة. وهذا طريقة تشغيل وضع اليد الواحدة باستخدام الإيماءات. مثل ما قلت، لو كنت تستخدم الأزرار الفعلية اللي هي أزرار رجوع تعدل مهم وكل هالأزرار، الطريقة راح تكون مثل ما مشروحة الآن على الشاشة، اللي هي السحب على الزر إلى اليمين واليسار حتى تأخذ جهة اليمين أو جهة اليسار بالنسبة لوضع اليد الواحدة. الآن ننتقل إلى الحركة اللي بعدها. الحركة اللي بعدها راح تكون خاصة بالصور. فلو رحنا مثلا إلى معرض الصور وفتحنا مثلا هذه الصورة، الآن على هذه الصورة لو سحبت للأعلى، لاحظوا أنه راح أسحب فقط للأعلى، ظهرت لي كل هذه الخيارات. فأقدر أشاركها مباشرة برسالة على التويتر، أقدر أشاركها على الانستغرام، أقدر أشاركها على الفيسبوك، تيليجرام، وكل هذه التطبيقات، بلوتوث، إيميل، وكل هذه الخيارات. مثل ما تلاحظون فقط أسحب وتظهر لي الخيارات. أيضا أقدر أسحب لليمين أو اليسار، وراح أقدر أحدد الصور أكثر حتى أشاركها. راح أحدد مثلا كل هذه الصور، لأن أقدر أشارك كل هذه الصور بالبلوتوث، أو أقدر أشاركها برسالة أو فيسبوك أو تيليجرام، وكل هذه الخيارات. فطريقة سهلة حتى تحدد أكثر من صورة وتشارك أكثر من صورة بنفس المكان. فالطريقة مثل ما قلت فقط تسحب للأعلى. فهذه هي الحركة الأخيرة بهذا الفيديو. أتمنى عجبكم هذا الفيديو، وإذا عجبك الفيديو شاركه مع أصدقائك اللي ممكن يكونوا مهتمين بهذا الفيديو، بهذه السلسلة الخاصة بجزئين بفيديو الحركات. أيضا الجزء الأول راح أخليه أسهل هذا الفيديو بالتعليقات. حاولت أشرح أغلب الحركات اللي شفت نفسي أنا أستخدمها. أيضا كان عندنا فيديو بالسابق لحركات رهيبة، بخمس حركات رهيبة أيضا لأجهزة شاومي. والحقيقة أن هذه الحركات راح تعمل على أكثر من جهاز، مو فقط هذا الجهاز او فقط مثلا النوت 8، فراح تعمل على اكثر من جهاز شاومي. انت اذا كان عندك غير جهاز جرب بنفسك وشوف الحركات اللي راح تعمل. فهذا كل شيء كان عندي بالفيديو. اذا حاب تشوف فيديوهات رهيبه مثل هذه بالمستقبل، خلينا لايك، اشترك في القناه اذا ما مشترك. شكرا على المشاهده، نشوفكم فيديو قادم ان شاء الله.